صراحة، هل كنت عارف في يوم من الأيام إنك تكون لعيب كورة وتقابل نجوم كبار زي اللي قابلتهم؟ انا كنت انا طموحي اعلى من كده كمان، كنت عارف ان انا هوصل، كان فاضل لي عندي ثقة كبيرة ان انا هبقى مدافع كويس، هلعب في النادي الاهلي وفي المنتخبات، وكنت عارف ان يعني كنت واثق، يعني انا وانت بكتب صغير الحاجات كده؟ دي، كاتبها من صغري لحد دلوقتي، ان اه انا وبقولها عادي وهقولها وانا اهو دلوقتي مثلا في سنك، يعني مش بالنسبة للكورة يعني كبير، لا انا كاتب واصل لحد الحاجات دي، يعني باصص عليها لحد دلوقتي، ان انا نفسي في احتراف ونفسي العب في نادي كبير ونفسي اخد احسن مدافع في مصر وفي افريقيا وفي العالم، كل ده كاتبه وببص عليه، بالعكس ده بيديني طاقات ايجابيه طبعا. دايما، بفضل ابص طبعا عليه دايما من صغري الحاجات دي كاتبها وبقعد ازود عليها حاجات. يعني نقدر نقول المكان اللي وصلت له انت كنت عارف انك هتوصل. كنت عارف لان انا بجتهد، فعارف ان ربنا مش هيضيع تعبي. بصراحة وبدون دخول طبعا في تفاصيل، هل في شخص في حياتك تتمنى تقول له تسامحني؟ من غير دخول في تفاصيل ومش عايزين نعرف مين الشخص، بس في شخص في حياتك عايز تقول له كده؟ لا مفيش حد عايز يسامحك خالص. انا ممكن ارجع على نفسي عشان خاطر ما ازعلش اي حد. بصراحة لو حياتك اتعادت من الأول تاني، ايه الحاجة اللي مش هتكررها؟ لو اتعادت من الاول تاني الحاجة مش ايه الحاجة اللي مش هتعملها، عملتها ومش هتعملها؟ علاقتي بلعيبة النادي الاهلي اللي ما خلتش فيه تواصل لحد دلوقتي، انا زعلان على الموضوع ده من نفسي، ليه مفيش تواصل؟ مني انا يعني، كان دايما اصحابي واهلي يقولوا لي طب اسال عليهم، طيب مش عارف ايه الكلام ده، فانا بتكسف والله العظيم، مش موضوع انا مثلا بنساهم او انا بحس ان انا دلوقتي نفسي، يعني مع ان لما بقابلهم في مناسبه او حاجه بصراحه، يعني كابتن عماد متعب كابتن حسام غالي يعني بيتعاملوا معايا اصحاب، يعني اصحاب يعني، بس انا حاسس انا قصرت في الموضوع ده. طب بتتكسف ايه السبب؟ يعني السبب ده ان سنك صغير مثلا لما حضرت الجيل ده، ولا انا دايما ببقى خجول من الناس عامه، الفرق السن يعني، بحس ان انا ما ينفعش اهزر مع اي هزار، ما ينفعش اتكلم مع اي كلمه، فالموضوع ده هو اللي بيخليني ان انا صعب فبتحرص مثلا خالص ما او بتسألش بقى؟ بصراحة لو اتسألت سؤال من شخص مهم جدا وما تعرفش اجابته، هتحاول تألف اي اجابة ولا هتقول ما تعرفش؟ بصراحة شخص مهم جدا، مهم، يعني حد مهم، لا ممكن حد اقول لك هيفرق معاه اجابتك. يعني اصرحه في حاجه فيه مثلا، لا 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 مش تصارحه، هو سألك حاجة واجابتك هتفرق معاه، او شكلك هيفرق قدامه لو انت جاوبت. ممكن تألف اجابة ولا تقوله لا انا معرفش الاجابة؟ لا هقول له لا ما اعرفش الاجابه بكل صراحة وعادي. عادي تمام. شو بصراحة بتهتم برأي الناس فيك؟ مش اي ناس، يعني بحب اتعلم من الصغير ومن الكبير ومن يعني من البسيط ومن كل حاجه، الناس اللي عندها طاقه ايجابيه بحب اقرب منها جدا، الناس الناجحه بحب اقرب منها جدا وبحب اقراهم فيا، ان وصعب ان انا اقتنع بحد على فكره، فقليل الناس اللي انا بحب ابص لها واشوف انها ناس ناجحه واحب الفكر بتاعها، فكرها يكون متطور او الكلام ده، بحب ان انا اسمع الاراء. بصراحة علاقتك مع السوشيال ميديا، عمرك مسحت كومنت قبل كده ضايقك؟ كتير، يا ياه. نهار ابيض. فاكر حاجة طيب ايه تقولها لنا؟ يعني انا ممكن ما نزلش مثلا حاجه، ممكن بسبب ماتش الاسماعيلي مثلا ممكن حد يدخل يشتمني، ما بحبش، مش برد عليه بس بمسحه، مش عايز اشوف حاجه زي كده. ف يعني السوشيال ميديا على فكره بالنسبه لي كمان يعني القليل منهم، ضاغطين طبعا على اللعيبه المنتخب ولاعيبه الاهلي والزمالك، طبعا. يعني بقعد اقول فعلا يعني الواحد دلوقتي بقى بيخاف يعمل حاجه يطلع يلاقي، انا ما عنديش اي مشكله ان حد ينتقد لعيب، بس ينتقد مثلا ان انا لما اطلع اتفرج عليك تقول واحد اتنين تلاته اطور من نفسي والكلام ده، غير ان انت تتكلم معايا وحش او تقول يعني كلام ياثر عليا وياثر على اهلي كمان، لان الموضوع مش انا بس، ده في ليا اهلي وليا ناس صحابي طبعا. يعني، بس فهو ده الموضوع بالنسبه لي في السوشيال ميديا.